أصوات مواطنين مكلومين مجروحين مهمومين على أبنائهم، هذا أبرز ما وصفه نشطاء عبر منشوراتهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الفيديوهات التي تشاهدونها الآن. الآن نتابع وإياكم امرأة شاركت في هذه التظاهرات وهي تؤكد أن ابنها اعتقل ظلما بسبب وشاية كاذبة، وهو الآن بحسب هذه الأم الموجوعة، هو الآن أي ابنها يقبع بالسجن بريئا. بأن يقوم بتعديل قانون العفو العام، بأن ينظروا بمظلومية المظلومين. ترى السجون أغلبيتها أبرياء، راحوا ضحية المخبر السري والضابط المرتشي، وراحوا نتيجة شهود الزور الموجودة والحالية، وأنا ضحية من ضحايا شهود الزور اللي إجوا حلفوا بالقرآن. فراح ولد شاب مهندس بالنقب من الخريجين العشرة الأوائل، راح بتهمة قتل بدون ذنب الوحيد، وحتى حكم القاضي كان على شهادة الشهود. نطالب منعكم النظر بأمرنا. تيتمت أطفال وآباها أحياء، تيتموا أمهات قلوبها راحت، ما حصدت بس الأمراض والويلات. انظروا موضوعنا أيها الغيارة.